يعني حتى لما الله تكلم مع موسى في العهد القديم على جبل سيناء كان في رعود كان في برق كان في زلازل كان في نار ونفس الصوره كمان لما تكلم مع ايليا كان في نار كان في زلزل كان في ريح شديده اللي كسرت الصخور الله مش عاوز يرعبنا ولا عاوز يخوفنا لما حب يتجسد نفس الشكل نفس الصوره صوره الانسان حتى ما يكونش مرعب لنا بس الاغرب انه حتى ولد كطفل يعني في مذود في بيت لحم في تواضع شديد اذا سمحت لي اعلق على هذا الكلام الرائع بتاع حضرتك اقول هو ليه جاه المسيح في صوره انسان؟ اخلى نفسه م. اللي حضرتك قلته ده اخفاء مظاهر المجد ده معنى كلمه الاخلاء م. اخلى نفسه مش تجرده من مظاهر المجد لا. لكن اخفى مظاهر المجد لانه اخلى نفسه مش تاركا لكن اخلى نفسه اخذا مم. والاكسبريشن الكتابي يقول لنا انه اخذا اي انه اخذ طبيعه انسانيه تخفي مظاهر مجد لاهوته فكان المسيح بدون التنازل بدون عن التنازل مم. لانه يظن كثيرا في كلمه اخلى انه تخلى ترك المجد مم. وترك العرش لا هو لم يترك المجد مم. ولم يترك العرش ولم يترك القوه والجبروت والتفرد مم. والعظمه لكنه اخفى مظاهر العظمه في ثوب الاتضاع اخذا مم. صورة, عبد صائرا في شبه الناس فكان المسيح وهو على الأرض في هيئة بسيطة هو ذات الله القدير ظهر هذا عندما كان في السفينة إنسان بسيط نايم تعبان نسوت لكن قام انطهر الريح الهائج وقال البحر أسكت إبكا بحسب لهوته إنسان بسيط يزور بيت عنيا ويبكي مع الأختين لكن هو ذات الله الذي قال للعذر هلومة خارجا فهذه المشاهد أظهرت لنا أنه ليس مجرد إنسان لكن الله العظيم أخفى مجد لاهوته مظاهر لاهوته في حجاب النسوت في ثوب الإصداع في ثوب النسوت